وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عضو مجلس الشيوخ محمد زكي أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات في الدولة لمواجهة القضية السكانية باعتبارها خطرا يهدد أمن البلاد. القضية السكانية احنا دايما بنقول ان هي تاني خطر بيهدد الامن القومي بعد خطر الارهاب، واحنا دلوقتي الارهاب اصبح يعني بينحصر، فاصبحت القضية السكانية هي اهم قضية على السطح بتهدد الامن القومي المصري. عايز اقول لحضرتك ان احنا لو فضلنا بالزيادة العشوائية اللي موجودة احنا في 2030 هنوصل ل 127 مليون نسمة، وفي 2050 هنوصل ل 183 مليون نسمة. طبعا في ناس كتير ما تعرفش الارقام دي، ولكن لازم ده يبقى ناقوس خطر كده لجميع الجهات ولجميع المسؤولين، فناقوس خطر ان احنا خلي بالكم احنا داخلين على مشكله حقيقيه لو لم نتخذ اجراءات صارمه ورادعه وتكاتف جميع الهيئات الحكوميه والتنفيذيه والتشريعيه والبحثيه. لازم جميع المؤسسات في مصر تشتغل يد واحده علشان تواجه هذه المشكله.